حاله الفريق واللاعبين، مين اللعيبه اللي كانت غايبه ممكن تكون موجوده مع الاهلي في مباراه مودرن سبورت؟ حتى الان موقف السوليه هيكون صعب جدا، مش في الماتش ده بس، لا ده ماتش مودرن وماتش بيراميدز وحتى ماتش الالومنيوم ولغايه نهايه الشهر، لان الاصابه اللي تعرض لها عمرو السوليه في التدريب ليله المباراه بتاعت بيراميدز، يعني الاشعه بتقول ان السوليه على الاقل بنتكلم في 3 اسابيع، ففتره طويله جدا. يعني احنا بنتكلم ممكن بنسبه كبيره لو الاهلي حسم الدوري مبكرا في اول 8 يبقى خلاص الموسم انتهى بالنسبه للسوليه، يخش بقى فرحه سلبيه وبرنامج تاهيله ويستعد للموسم الجديد. حسين الشحات عنده انذارين، طبعا الانذار اللي خده في ماتش بيراميدز ده كان انذار مجاني، لغايه اللحظه دي احنا مش عارفين الطاقم الاسباني ادى حسين الشحات انذار على ايه بصراحه، رغم ان قبلها كريم حافظ دخل على حسين الشحات بالستارز في راسه كان فيها كارت احمر على طول، يبقى فيها طرد لكريم حافظ، ولكن بعدها فاول اقل كتير جدا مش عاقد مقارنه بين اللعبه اللي كانت مع حسين واللعبه اللي اتحسبت ضد حسين، فرق شاسع. ومع ذلك الحكم الاسباني عنده خلل في احتساب الاخطاء والمعايير في احتساب الانذارات والكروت الحمراء، ادى انذار لحسين فحسين بقى عنده انذار تاني. هل ممكن كولر يدفع بحسين في مباراه مودرن سبورت ولا يحتفظ بيه عشان ماتش بيراميدز؟ حسين السنه دي على فكره انا بقول لكم واحنا لسه في نهايه الدوري وباقي 10 اسابيع افضل لعيب في الاهلي السنه دي على فكره، دفاعيا وهجوميا، ويمكن لو بصيت على التشكيله الاساسيه اللعيب اللي اساسي ما بيغيرش الا في دقائق قليله وما بيطلعش من القايمه الا قليل جدا هو حسين الشحات، اكتر عنصر اساسي موجود مع الفريق في الموسم الحالي من اوله لغايه نهايته لغايه دلوقتي، عناصر كتيره ومراكز كتيره حصل فيها روتيشن وتغييرات عديده، ولكن يبقى حسين الشحات هو اللعيب المحوري الاساسي في عقل وفي تفكير وفي استراتيجيه اداء كولر مع الاهلي في الموسم الحالي. فهيبقى سؤال مطروح لغايه ما نشوف قايمه بكره بعد المران الاخير والاساسي في ملعب التتش، هل حسين ممكن يدخره كولر ويريحه في مباراه مودرن سبورت ولا ممكن يدفع بيه لانه عنصر مهم وبالتالي حسين يكون حريص جدا ما ياخدش انذار عشان ما يغيبش عن مباراه بيراميدز؟ طبعا ماتش بيراميدز فيه 2 لعيبه لو كانوا خدوا انذارات ما كانوش هيلعبوا مباراه الاهلي، لا الشيبي لما عمل فاول مع طاهر محمد طاهر ده التيشيرت طاهر خرج من اطاره الطبيعي يعني، فكان المفروض الشيبي ياخد انذاره وبالتالي يغيب عن مباراه الاهلي اللي جايه. نفس الامر بالنسبه لفيستون مايلي لاعب الكونغو الديمقراطيه لما دهس على رجل عبد المنعم كان فيها انذار وبالتالي برضو كان ممكن يغيب عن مباراه الاهلي. عشان كده قلت لكم امبارح والنهارده حكام الاسبان بصراحه يعني كانوا جايين في اتجاه طرف واحد، لكن الحمد لله قدر الاهلي يكسب مباراه بيراميدز، وبالتالي السوليه موقفه هيبقى صعب. حسين الشحات هنعرف بكره من خلال القايمه بعد الموران الرئيسي، وكهربا وبيرسي تاو نتمنى وعمر كمال عبد الواحد بنسبه كبيره هيكونوا موجودين في المران الجماعي بكره، ولكن اختيارهم للقايمه ده هيتوقف على الحاله الفنيه او الحاله البدنيه ليهم، امكانيه لحقهم بمباراه مودرن سبورت. تاو بيتمرن بقاله اكتر من تدريبتين ثلاثه ممكن يتواجد، كهربا مفيش ما يمنع من التواجد في القايمه على المستوى الفني يعني او البدني، عمر كمال كانت نازله معويه خرج من قايمه مباراه بيراميدز صباح اليوم صباح المباراه قصدي، ولكن هنشوف حالته البدنيه تسمح انه يخش القايمه ولا لا. دي العناصر اللي ممكن تقعد تتناقش فيها وتتكلم عليها وتسال فيها كناحيه خبريه وانت داخل على مباراه هامه جدا امام مودرن سبورت. انا بقول لكم المباراه دي صعوبتها لا تقل عن صعوبه مباراه بيراميدز وتكاد تكون اصعب. ليه؟ لان مودرن سبورت بيقود فنيا مدرب محنك عنده خبرات كبيره جدا، كابتن طلعت يوسف من المدربين اللي لازم تعمل لهم الف حساب، بيعرف يحط فرقته في الملعب، بيقف قدام الكره كويس جدا، بينزل تحت الكره بشكل كويس جدا، بيعرف يعمل الكونتر اتاك بشكل متميز، مدرب عنده فلسفه تكتيكيه على اعلى مستوى. فنتمنى باذن الله يكون الاهلي موفق في خوض هذا اللقاء ويتخطى مواجهه مودرن، وثلاث نقاط مهمه جدا عشان تبقى وسيله ضغط قويه على بيراميدز قبل ما تلعب معاه يوم الاثنين اللي جاي.